هذا وبعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، وذلك بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. عبر سموه فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة ولشعب جمهورية تونس الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.